السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في احوال طيبه. اليوم ان شاء الله كاينه واحد المناسبه غادي نمشي ليها، وقلت علاش لا لما نبارطاجيش معكم هكا الروتين ديالي اللي كنبين ندير ملي كنبغي نبريباري لابو ديالي ان شاء الله لشي مناسبه ولا مهم. حيت نتوما بزاف منكم تطلبوا مني، عافاك بقيت بارطاجي معنا الوصفات وهذا اللي كديري لوجهك غير باش نحطكم في الصوره البنات. انا كنحاول الماكسيموم بوسيبل انني ندير حوايج طبيعيه لوجهي، هذه حاجه اولى. حاجه ثانيه ما كنكثرش على لابو ديالي، حيت لابو ديالي تري سونسيبل. يعني فاش كنقول مثلا هذا الروتين ديال العنايه ديال البشره ديالي انني ندير ليها داك الروتين العميق او لا العنايه العميقه للبشره ديالي كنديرها مره في الشهر، ما كنديرهاش زعما دائما. تاني حاجه فاش كنهضر على الروتين العميق راه هو اللي كنقولوا نفتحوا المسامات ونحيد الرؤوس السوداء وهذا. اما بالنسبه للقماش كنديرو مره واحده في السيمانه، ما كنديرش جوج مرات حيت عندي عاوتاني لا بو تري سونسيف. نتوما باش نحطكم في الصوره، حيت عاوتاني الشيء اذا زاد عن حده انقلب الى ضده. المهم انا دابا اتفقت غير واش يعطيكم العربون، باقي عندي شويه من الفوق نزيد عليها ستريس والبيستي وهذا تحت عيني حالته حاله. المهم اول حاجه غادي نديرها لي طاب الاول اللي غادي نديرو هي تنظيف البشره. غادي نطفو البشره باي لوسيون عندكم او لاي باردون اي كريم عندكم، سواء كريم لافونت بالنسبه اللي عنده البشره حساسه ننصحو انه يستعمل كريم لافونت، هي زوينه اللي عندهم لابو حساسه، او لا جيل او لا اي حاجه عندكم. غير حاجه وحيده اللي ننصحكم بها البنات كيف ما غيكون نوع ديال البشره ديالكم، سواء جافه سواء حساسه سواء ماشي حساسه مختلطه دنيا، كيف ما غيكون نوع ديال البشره ديالكم بعدو على الصابون اللي كيكون على شكل جسم صلب، هذاك بعدو منه دائما. وجهكم غسلوه بصابون اللي هو سائل. شوفوا نتوما على حسب النوع ديال البشره ديالكم وعلى حسب البرودوي اللي تيجي معكم، لان دوك الانواع الصلبه كتكون فيهم واحد الماده، هذا واحد البرنامج كنت شفتو ديال واحد الطبيبه ديال الجلد الدرماتو كانت هضرات على هذه القضيه ونصحت بالابتعاد الكلي على الصابون اللي كيكون الشكل ديالو مجموع، لان كيدير فيه واحد الماده باش كيبقى هكذاك كتخرج كتدمر الخلايا ديال البشره. لهذا البنات شوفوا نتوما راه كاينين عده انواع ديال الغسول ديال الوجه باثمنه على قدكم، كل واحد يشوف اللي مناسبو سواء من ناحيه الماديه او اللي جاي مع لابو ديالو. المهم غادي نمشي، اول حاجه غادي نمشي نغسل البشره ديالي ونعاود نتلاقى. المهم من بعد ما غسلت البنات وجهي كنجي كنشفو، كناخدو دائما شي ورق كلينكس وكنبداو هكا بالطبطبه، ما كنجروش باش ما تجرحوش الوجه ديالكم. وعلاش قلت لكم كلينكس؟ هو من الاحسن سورتو الناس اللي عندهم الحبوب في البشره ديالهم حاولوا كتستعملوا كتنشفوا به وكتلحوا. غادي ندوز دابا للقماش. المهم كاينين بزاف الانواع، انا جربت معكم هذا الفيديو البنات، الى عجبكم غادي نبقى دائما بارطاجي معكم الوصفات، لان عندي بزاف ديال الوصفات اللي انا مجربه على البشره ديالي واللي بمكونات موجودين عندك في الدار، يعني ما تحتاجيش تجيبي شي حاجه على برا وكيعطيو النتيجه ديالهم، والدليل هو وجهي قدامكم. يعني راه الحاجه كونوا على يقين ما غاديش نبارطاجيها معكم حتى كنكون انا مجربه من الحوايج اللي كندير انا في وجهي. المهم ندوزو للقماش، انا نبارطاجي معكم هذا المكونات ديال القماش. بالنسبه لمكونات القماش اول حاجه عندنا كناخذوا هنايا معلقه ديال العسل. العسل اكيد ملي كنقولوا العسل كنقولوا عسل طبيعي، بالنسبه للناس اللي عندهم حساسيه من العسل ما كيجيش لهم مع وجههم يبعدوا منه. عندنا معلقه ديال القهوه راكم عارفين غير شربناها في الدات ديالنا كي كتفيق الدات، فما بالك الوجه كتعطي ديك الحيويه والنشاط وكتحرك فيه الدوره الدمويه. كنديروا هنايا معلقه، بغيتو تنقصوا نتوما الكميه نقصوها، وهاد القماش تقدروا ديروا لوجهكم كيف ما تقدروا ديروا الجسم كامل ويديكم كذلك. عندنا هنايا معلقه ديال الشوفان مطحون. بالنسبه لهاد المكونات البنات انا راه كنطحنهم على اليد، كاع المكونات اللي كندير للبشره ديالي كنطحنهم على اليد، ما كنشريهمش مطحونين،
علاش؟ لان العطار فاش غتاخذهم عندهم طحونين، راه الماكينه فاش غيطحن البزار، فاش غيطحن العطريه، هي فاش غيطحن لكم هادشي. اللهم طحنوا على يديكم وغربلوا على يديكم. هنايا معلقه ديال كي قلت لكم الشوفان، الشوفان مبيض رائع للبشره. غادي نخلط هاد المكونات، غادي نضيف ليهم بالنسبه لهذا كي قلت لكم العسل، الا عندكم منه حساسيه بعدو منه. غادي نضيف هنايا زيت الكوك، اولا تقدروا تضيفوا اي زيت عندكم، زيت اللوز الحلو حتى هي غزاله، زيت المشمش هذا وقته البنات، جمعوا هذا الحب اولا العلف ديال المشمش داك العظم ديالو جمعوه، وغادي نبارطاجي معكم الا بغيتو نوريكم الطريقه كيفاش تصايبوا الزيت ديال المشمش في الدار غزاله. عرفتي البنات زوينه، كطول الشفار، كتحيد، كتنقص التجاعيد، زوينه ليستغن، زوينه للبشره، مبيض غزاله. المهم كنخلطوا هاد المكونات، وعاد كنجيو هنايا عندك لابو سونسيبل ودانون مسوس اولا ياغورت طبيعي كيجي لك حساسيه للوجه، ديري الحليب بحالي انا دابا ما كيجيش معايا دانون مسوس، فكنعوض بمعلقه كبيره ديال الحليب. كيجي معاك دانون مسوس ديري هنايا معلقه ديال دانون مسوس، المهم على حسب نوع البشره ديالك. انا كيف سبق وذكرت لكم ما كيجيش معايا دانون مسوس، كندير الحليب صافي. غادي نخلط هاد المكونات مزيان حتى تنسجم هاد العناصر مع بعضياتها بما فيها القهوه والشوفان والعسل وداك الزيت. القماش البنات ها هو وجد، غنحاول نطبقو على البشره ديالي. غنكحز باش تبان لي هنايا في المرايا اشنو كندير. المهم ديرو بيديكم، ديرو بالبانسو، ديرو باش ما بغيتو. غنطبقو على الوجه ديالي، غادي نديرو كذلك حتى تحت لي ستغنا البنات، غير ما تقوميوش هاد لازون هادي وياكم تقوميوها. حنا حيت فيه القهوه راكم عارفين فوائد ديال القهوه بالنسبه للهالات السوداء، داكشي علاش غادي نابليكي حتى تحت العينين. المهم ما تخلعش البنات، داكشي اللي شاد درتو ليديا خليتو، راه باقي ما درت لا قماج لا والو، حتي ابليكيتو على وجهي وخليتو واحد 15 دقيقه. من بعد عاد ترجعوا كنخليو البشره تستافد من دوك الفوائد ديال داك الماسك اللي درنا. من بعد كنجي كنبدا ندير هكا حركه دائريه وشويه البنات، ملي كنقول لهم قماج ما تنقولوش نوركو غير بشويه هكا حركه دائريه. ما نتوما كتحسوا ديك الساعه كي قلت لكم هذه المنطقه راه واخا درنا عليها راه ما نوصلوهاش ما نحكوهاش. صافي غادي نستمر بنفس الطريقه حتى غادي نكمل الوجه ديالي كامل، نفس الشيء حتى بالنسبه ليديا هكا حركات دائريه. بالنسبه للبنات اللي ما عمرهم جربوا العسل لوجههم وباغيين ديروه، دائما فاش كنبين ندير اي ماسك قبل ما نديرو لوجهي كنجي لهاد لابارتي هادي اولا العنق ديالي من هنا ونجرب. علاش؟ حيت عندنا هاد لابارتي هادي الجلده فيها رهيفه بحال الشكل ديال الوجه، دائما نجرب هنايا ونجرب هنا. وما حد ديال البنات نعطيكم نصيحه، واخا يكون الوجه ديالك البشره ديالو كتستحمل لك اي ماده، نصيحه نعطيها لكم، بعدو من الحامض، بعدو من بعض الوصفات كنشوفهم البنات راه لا يعقل نجي انا نشد مثلا الخل نديرو لوجهي. شوفي غير الخل الى كبيتي على البشره ديالك كي كيكون فما بالك. كنشوف بعض الوصفات في اليوتيوب وحق الله الا لا اسبرو، وصفات اسبرو لوجه، واش عرفتي البنات ولا دولي برالوجي، واش عرفتي اش داكشي خميره الفوريه بيكربونات، شي حوايج ما نديروهمش للوجه راه خطر. بيكربونات الصودا وكيشدوها كيديروا ليها الحامض وكتقول لك كتبيض الوجه، ماشي غير تبيض الوجه، تطير لك الجلده كامله. شويه نكونوا عقلانيين، الا غنديروا شي حاجه لوجهنا راه غير مع راسي نفكر. بحال دابا انا عارفه مثلا مطيشه زوينه للوجه، ولكن انا عارفه ما غاديش تشي ليها مع وجهي، انا غير ملي كنقطعها صباع يديا كلهم كتشعل فيهم العافيه كتبدا تاكلني، فما بالك وجهي. نتوما راه عارفين بحال مثلا الخيار راه كيف ما بيكون نوع البشره ديالك ما ياثرش لك على البشره، ولكن كاين بعض المواد اللي كتجي مع بشره معينه وما كتجيش مع بشره معينه اخرى.
اللهم البنات كي قلت لكم حاولوا شويه تخدموا عقلكم في الوصفات، وماشي اي وصفه دارت وديك اقسم بالله، ما اقسم بالله دوك العناوين الكاذبه صافي غادي تيقوا. نخدموا شويه عقلنا ونعرفوا شنو كنديروا لوجهنا. المهم صافي انا غادي نستمر بنفس الطريقه، سوا ليدي سوا لوجهي، وغادي نمشي نغسل ونتلاقى. غسلنا القماش نشفنا دائما بكلينكس او لا واحد الورق. غادي ندوز دابا نوريكم واحد الماسك، انا هادي كنسميها بودره ديال التفتيح، فيها اربعه المكونات غزالين. عندي هنايا نفس الكميه من كل شيء، انا كندير كميه كثيره كتبقى عندي. غنشرح لكم، هنايا عندي نيدو او الحليب غبره، اي حليب عندكم. عندي هنايا الشوفان، عندي هنايا الرز، ملي كنقول الرز داك الرز البيض الصغير داك المكركب اولا المهرس. وعندي النشا، عندي نفس الكميه. شنو كندير؟ كنجيب واحد العلبه، العلبه بطبيعه الحال كتكون نقيه، كنكون ديجا غاسلاها ونقيها. كنجي كندير فيها المواد كاملين، هاد البودره كامله، وكيف ما سبق وذكرت لكم نفس الكميه في كل حاجه. النشا رائعه في التبييض، خطيره في التبييض. الرز كذلك ملك التبييض اللي كيقولوا ليه، كيحيدوا هادو كلهم، تبيضوا وتحيدوا البقع من الوجه. المهم هاد المكونات كلهم تفتحوا البشره، وحتى راه نيدو او الحليب غبره راه مغذي ديال الوجه. هادي دابا واجده عندي، يعني ما بقيتوش غتعكزوا انكم تخلطوا. كتشدوا هاد المكونات، كندير هكا في شي بواطه وكنخلطهم حتى كينسجموا عندي العناصر كاملين. هكا كتكون عندي واجده. انا دابا هادي انا احتفظ بها في الكونجيلاتور، علاش؟ حيت فيها نيدو، نيدو دغيا كيخسر. تقدروا ديروها في الثلاجه، ولكن من الاحسن الكونجيلاتور، كتبقى عندكم مده اطول. غير نتاكد انني دمجت المكونات كلهم. هاد العمليه البنات نتوما ديروها في الحمام عندكم، انا حيت كنهضر داكشي اش ما قدرتش ندير في الحمام. المهم كتجمعوا البودره هنا، كتحتفظوا بها كي قلت لكم عندكم في الكونجيلاتور. قبل ما نستعملها نهز منها الكميه اللي بغيت، كتجيو كتحركوها هكا باش كتاكدوا ان جميع المكونات انسجموا. كنجي غادي ناخذ هذيك البودره، ناخذ منها واحد الكميه اللي غتكفيني للوجه ديالي، تقريبا جهد واحد المعلقه كبيره. هذا الخليط كافي، ورجع نعاود نقول لكم هذا الخليط تقدروا ديروه حتى للجسم ديالكم. وغادي نضيف ليها هنايا معلقه ديال الحليب، ويستحسن الحليب يكون بارد. وغادي نخلط الى احتاجت كنزيد. الجهد اللي عطاني واحد الماسك اللي غادي يسهل عليا انني نابليكي على وجهي وما يبقاش نازل. غنخلط مزيان. صافي البنات هو الماسك واجد، غادي نجي نابليكي على الوجه. البنات راه فاش تنقول لكم القماش والماسك راه يعني حيت معرفوها، راه اكيد من وراء الكاميرا راه درت دائما العنق. ملي كنقولوا الوجه راه كنقولوا معاه العنق، باش ما يبقاش لكم الفرق بيناتهم. وضروري يكون الحليب بارد، عرفتي واحد الاحساس باش كتحسوا باش كتبداو تابليكيو بحال هكا. غادي نابليكي على وجهي كامل، غادي نخليه واحد 20 دقيقه، واللي شاط غادي نديرو حتى على يديا. صدقوني ديروا هاد القضيه، راه الا ردتو ليا البال حتى فاش بارطاجيت معكم هذا الطريقه ديال العنايه باليد ديالي، راه كتلقاوني اكثر هاد الوصفات كندير لهم هاد القضيه، كندير كثير وكندير في الكونجيلاتور باش هكا ما كنعقش. اما الا كنت عاد غادي نجي نقلب على الرز من هنايا وهذا من هنا، كنصدق كنقول صافي حتى غدا، كنصدق فاش لا. اما هكا عرفت راسي غادي نهز ونخوي عليها الحليب دغيا، ما كنفشلش عليها دغيا، غادي نديرها. الله يجعلي ما ندير كاع القماش مثلا الماسك. حاولوا دير وتنوعوا، ما تبقاوش دائما ديروا نفس الحاجه، نوعوا. تقدر مثلا هذا القماش نيت بالضبط شدوه، مره ديروه بالحليب، مره ديروه بالماء الخيار، مره ديروه بالمورد الا ما عندكمش حساسيه من المورد. المهم فهمتوا نتوما ديك الساعه نتوما وجهكم. غادي نابليكي كي قلت لكم، غادي نخليه 20 دقيقه ونعاودو ديك الساعه نتلاقى البنات. هانتوما من بعد ما نشف هنايا صوت، تمشيو تغسلوه عادي بالماء ياك بغيتو ديرو على شكل تبريمه،
راه كتبداو ديروا حركات دائرية هكا وانتوما كتبرموا بحال هكا. راه زوينه البنات الوجه غزال، انا راه دايره هكا حوايجي باش كيطيح لها، غير فاش كنديرو في الوجه راه غير بشوية. الله يرضي عليكم البنات، باش تنقول كنديرو شكل تبريمه راه متنديروش متنجهدوش على لابو، سيرتو هاد لازون هادي راه متنوصلوش ليها غير بشوية. شفتو هكا بهاد الطريقة. المهم انا غادي نمشي للحمام باش نكمل، ماشي زعما للطواليت الدوش، باش نكمل التبريمه ديالي، نبرم هكا مزيان وديك الساعه نغسلو ونشفو ونتلاقاو. سالينا البنات، عرفتي راه والله جربو وتشوفو، واحد الرطوبيه في لابو ديالكم، واحد الملمس ناعم. ومع العلم ياك شفتوني راه ما درتش ما حيدتش لي بوان نوار، عرفتي فاش كندوز يدي هكا كنحس بنايا رطب ليس، عرفتي وجهكم كله كيكون رطب. الوجه مع التبريمه وهذا سي نورمال كيحمر شويه. اشنو غادي ندير؟ بغيت نبردو، غادي ندير ليه دوك لي شيت ماسك هادو، انا عندي كنصايبهم في الدار، كناخد هادو في مينيسو، سوا هادو البيضين اولا هادو كيجيو في الكربون. خلاص هادو راه ملي كانش هادو بالمناسبه راه واخدهم في مينيسو، ملي كتاخذهم كتلقاو فيهم ثلاثه ديال هادو ودوك المعلقه باش كتعبروا. ما عندكش البنات خديتو بحياتي، خدي فصمه وقطعي فيها دوره هكا، وقطعي فيها بلاصه العينين، حلي هنا بلاصه النيف، وحقطعي بلاصه الفم، وشدي شرطي هكا. سينو دخلوا لجوجل وكتبوا شيت ماسك وتلقاهم امبريميو وقطعوا على سميتو. المهم ما تعقدوش كي كنقولوا الامور. غادي ندوز هنايا، جيو معايا باش تشوفوا. غادي نصايب هنايا الشيت ماسك، عندي هنايا حليب بارد، غادي نجي نضيف ليه النشا، ضروري البنات هنا يكون بارد، غير واحد الكميه ديال النشا، بما اننا اليوم حنايا خدامين بالنشا غنكملوا بها. وغادي نجي نحرك مزيان النشا وهاد الحليب تيندمجوا، وغادي نجي ناخد هاد الشيت ماسك وغادي نلحو. ماشي اصبروا البنات، داكم تجي يجي بعدا دير شي اصبرو ولا شي افيرفيسون صافي. وغادي نخليه غيفزرك وغادي يتحل وغيهاوشتو كيبدا كيتحل، نخليه تيتشرب عندي مزيان هاد الحليب صافي. اون فوا كيوجد الماسك البنات كيتحل مزيان كيتشرب عندنا السائل، غنجيو ناخدو كتعصرو غير شويه غير باش ميبقاش يقطر عليكم، كتجيو كتحطو على وجهكم. عندكم تخلعو، عرفتي البنات كيبرد من داك الشي الوجه. صافي غادي نخلي على الوجه ديالي واحد 10 دقائق بما يبرد لي وجهي كيف قلت لكم مزيان، وغادي نحيدو. انتوما البنات شوفوا، جو بونس انا نقرب شويه الكاميرا لوجهي باش يبان لكم اكثر. انتوما عرفت واش كيبان لكم لا بغيونس في لابو ديالي، وكيبان لكم كيفاش تنقات ولا لا. راه ما دايره مكياج ما دايره والو، اخر حاجه درتها هي داك الحليب والنشا، ضروري البنات ديروه، عرفتي راه برد ليا وجهي حيت مع عرفتو لابو سونسيبل الا درتو ليها التبريمه ومع درت القماش. هاي واحد النصيحه، الا كنتو غديروا التبريمه ما تحلوش المسامات الوجه، ننصحكم حيت ملي كتحلوا المسامات كيكون الوجه طايل ما كتقووش عليه. المهم غادي ندوز دابا من بعد هذه المرحله كامله، الا ما اضغطيتوش لابو ديالكم كانكم ما درتو والو، نقولها لكم ضروري ليدغاتاسيون صغاف حاليا غزاله هي اللي كندير. عرفتوا هذا البو هذا راه يدي لكم شي عام تقريبا، انا كنديرو انا وبناتي هذا، غادي نضغطي به لابو ديالي مزيان تحت الفم ديالي. ديما تنقولها لكم زبده الشيه هي اللي كندير الفم ديالي، غير طول بال البنات الا تخرجوا ضروري تمسحوها ولا تصدقوا مزرقين الفم ديالكم.
تحت العين حاليا باقي عندي هذاك ديال البالية هو اللي كندير حاليا صافي. هو الروتين ديالي يعني لابو عرفتي حق الله الا كندوز هكا البنات عرفتي بحال كندوز على لابو ديال شي بيبي لابو ليس ليس لواحد الدرجة ما كتصورش. جربوها البنات وردوا عليا في لي كومونتير كنتسنى لي كومونتير ديالكم وانا متاكده ان لي كومونتير ديالكم كلهم يكونوا ايجابيين. صافي كنحاول هكا ندخل لا كريم لوجهي بلا ما تحتاجوا ديروا مساج لا والو حيت ديجا لا خدمنا فيها بزاف د المراحل غتكون طيبه. صافي غادي نخليها انا حتى تبرد. انا ما كندير لا تونر لا والو لوجهي. الناس اللي الا جبنا حليتو المسامات حاولوا ديروا تونر هكا سوا مكعبات ديال الثلج فيهم غير الماء الخيار ولا الماء ورد وكونجليو فاش تبغيو سميتو دوزو الثلج حسن. اولا اللي كيجي مع الماء ورد ديال الشوق قبل ما يدير لا كريم اولا يدير غير الماء الخيار. المهم انا حاليا درت ديريكت لا كريم ديالي ايدغاتونت ايدغاتيت وجهي كي قلت لكم نسيت ايدغاتيت المهم نسيت ما جبتش هذاك ديال تحت العين دابا نوري لكم الطاليه واكيد هنايا غادي نجي وغادي ندير هاد البينيتانت. عرفتي راه اللي جربو اللي عطاتو اللي جربو كيحماق عليه. انا كنشوف في المرايا البنات كيعطي واحد اللون زال مازال هنايا راه انا درت زبدة الشيا واخا هكاك الشي اللي كيخليه ما كيشدش. راه كتعرفو ملي كديرو الزيت الوجه ديالكم الا الفم ديالكم هذا هو لاكريم اللي كندير حاليا الكونتور دي زيو ديال بالية. هادي فيها 5 في 1 ضد الهالات ضد الانتفاخ ضد التجاعيد ومرطب. بصراحة ما عقلتش شنو هي الحاجة الأخرى. ما يمكن حاول هذا الخاتم فاش كنديرو الصبع هو باش كنخدم هكا طبطبه لانه هو الصبع الوحيد اللي اقل ضغط من الاخرين هكا حتى كنحس بالبرودوي يدخل. نتوما شفتو البنات نحاول نقرب هكا شويه الكاميرا باش تشوفوا ما دايره والو بينيتانت الفمي باش هكا كيعطيني داك اللون زوين في الفم. درت شويه لهنا وانتم لابو تبان لكم لا بغنيونس. ما درتش السوان لتحت عينيا الا بغيتو البنات ندير لكم فيديو خاص بالهالات السوداء. صراحه عندي واحد الروتين كنديرو للهالات السوداء غزال. دابا راه يبان لكم تحت عيني حالتو حاله. بغيت نبدا الروتين ولا بغيتو نبارطاجيه معكم مرحبا يا ما عليكم ما تخلوا عليه في الكومونتير وان شاء الله نبارطاجيه معكم. المهم نمشي نساليش غالي تنسالي عاد نوجد ونعاود نتلاقاو. صافي البنات لبست المهم المكياج درتو خفيف بسيط فقط على الوجه اللي فيه شويه اللي باين. هذه هي الجليبه البنات اللي كنت ديجا قلت لكم راه خيط واحد الجليبه عند خالتي حليمه هي كيفما كتبان لكم الرنده ديال العقيق وكتجي هكا الملاقيه كلها بالرنده. وهنايا في الكميمات هيا نحاول نقرب لكم تشوفوها فيها الرنده وهذا العقيق وفي الصاله المخزنيه بطبيعه الحال بالقب. صراحه كتجي غزاله في اللبسه واللي عجبني حتى في الصاله عريضه يعني تلبسها وانا مرتاحه. هانتوما كيبان لكم الشكل ديالها اللي لبستها صراحه الله تتعجبو تيقول لي فين خيطيها. انتما هي راه كتهضر على راسها تبارك الله عليهم الخدمه كي قلت لكم زوينه ومتقونه. نخلي لكم الانستغرام ديال خالتي حليمه وغتدخلوا تشوفوها. المهم انا غادي نمشي راه كيتسناوني دابا وبتيكون معايا ان شاء الله وكنحاول نبارطاجي معكم بعض اللقطات من العرس. سورتو انا عارفه الناس موحشين للعراس موحشين هذا الاجواء ديال سميتو سورتو الناس اللي في الغربه ما مازال الناس هنا اللي في المغرب راه دابا ملي طلقات القضيه غيبداو الناس يمشيو للعراس. وانا بالنسبه ليا كنفضل العرس ديال هكا ديال القرى والبوادي تيكون عندهم طعم خاص علاش كيكون باقي محتفظين بدوك التقاليد القدام. المهم يلا هنتيكم معايا بنات هيا خالتي حلومه هي انا هي هذه
شوفوا ضروري تشوفوا الفيديو ديال اليوم اللي صورت وجدان واحد اللقطه خصكم تشوفوها ضروري ضروري تشوفوها فاك البنات الغدا العرس كنت لابسه حوايج كثار من هكا وحيدهم ليا جاهم السام جاهم الحسد ديال 2021 لا سمحي لي جاكم الحسد وهذاك الشيء واعر عندك عرسي داك الشيء خطير انتم كتسمعوا دابا الصداع ديال العرس حنا قدام العرس ان شاء الله وراه كي قلت لكم هذا الشيء اللي بالي لابسه راه وريتها لكم اون ديتاي راه ديال خالتي حليمه ديالي قلت ليها هذيك الساعه قرب العيد وانا نقول ليها شوفي خالتي حليمه بجلابك ما درتي ليها اللون اختاري انت اللون اختاري الموديل اختاري انت وفعلا انا ما عرفت غير جاتني جلابه وجدان لاباس عليكم البنات بخير اش كتعاودوا اخباركم صحتكم لاباس كنتمنى تكونوا كلكم بخير على خير ما تخرجوا معنا ان شاء الله تخرجوا معنا يلاه عاودنا اليوم على لبسه العرس حيدتي لي انت وجيهان عاود عندك غشاوم الحساد ويلا انا بلاتي نسلم على الناس صوري السلام عليكم كي دايرين لاباس عليكم تنموت عليكم لي زابوني تاع جيهان وكيما كتموتوا عليا وشكرا عليكم ونطير خليتوا لي عند جيهان ودعيتوا معايا والدعيوات ديالكم وصلوا ليا وكنقول لكم الله يسهل عليكم الله يعطيكم ما تمنيتوا في هذا النهار مبارك سعيد كي حنا فرحانين حتى نتوما ان شاء الله غتكونوا فرحانين الله يفرحكم شكرا بزاف يلا البنات المهم ها نتوما كي قلت لكم ها نتوما غادي العرس البنات غادي العرس عاش ولفت نقول البنات حيت شحال من خطره كنلقى لي كومونتير كيقولوا لي راه حتى ماشي غير البنات اللي متبعينك راه الرجال متبعينك كنبغيو نستافدوا هكا من الوصفات وسميتو استاذ سميح حيت ولفت حيت انا كيجيني كونتوني ديالي كيتفرجوا فيه العيالات صافي ولفتها بون دخلت ما صورتش معكم مازال والو حاولت هكا شويه اللقطات اللي شديت لكم في الارس خرجنا مشينا عند خالتي جلسنا وتعشينا راه دخلت للدار 12 هادي الليل حاولنا نجيو قبل 11 باش هكا نيفيتيو حيت ديك الطريق تيكونوا فيها جوندارم وهذا صافي وصلت وجدان هي الاولى بقينا بطبيعة الحال مجمعين شحال في هذا الدار عاد جيت دخلت للدار دابا للداري داز نهار زوين من هذا المنبر كنقول لخالتي حليمة شكرا هذا تسمعوا التخربيش سكاي درتو في لاكاج مع محيح قلت لكم كنقول لخالتي حليمه شكرا الله يكبر بيك كما كبرت بيا اليوم صراحه كنت محتاجه لهاد الخرجه هادي وتوحشنا داك الجو ديال الاعراس وديال المناسبات شكرا لي على هي لا وجدان اللي كبروا بيا وعيطوا عليا مشيت معاهم اليوم وشكرا للناس كاملين لا خالتي سعيده ولا خالتي زينه ولا كل واحد باسمه ما بغيتش ننسى حتى شي واحد حيت كاينين بعض الناس اللي ما عرفاش سميتهم الله يعطيهم الخير فين ما مشيت كيكبروا بيا وكيفرحوا بيا شي غير ديك الضحكه اللي كنشوف في وجههم راه كافيه والله العظيم صراحه الجلسه مع خالتي حليمه ما كتسخيش بها الضحك النشاط النصائح المهم كتجي قلبك كتخوي وراسك كتعمري بحوايج اللي غادي ينفعوك وهكا كتعطيك واحد الطاقه ايجابيه اللي كتخليك كتكملي السيمانه الله يطول الله يطول لها في عمرها ويعطيها صحيحتها ويحفظها لوليداتها ويحفظ لها وليداتها يا المهم البنات راه كنحاول نبارطاجي معكم هكا بحال هاد الاجواء باش هكا حتى نتوما تبدلوا شويه نجمو من المره برا نخرجوا شويه من الكوزينه ونخرجوا شويه من الشغال وشقاد الدار واخا هذاك فينا بون سمحوا لي طولت عليكم غادي نقول لكم السلام عليكم خليت لكم راحه البال نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد السلام عليكم